كانت معانا زمان بنوته في الفصل اسمها جميله، كانت اموره قوي، كانت سمره وشعرها طول بيضحك، كلنا كنا بنحبها، وهي كمان كانت صاحبتنا كلنا. مره عزمت كل الفصل على عيد ميلادها في بيتها، لما رحنا قابلنا اخواتها البنات، كانوا كلهم مش شبهها، كانوا كلهم عينيهم ملونه وشعرهم اصفر. وقتها كلنا استغربنا انها ازاي مش شبههم ولا هم شبهها، بس الحقيقه كان كلهم امامير الحقيقه. بس استغربت قوي في عيد ميلادها ان في حد من قرايبها على سبيل الهزار يعني بيقول لها انت البطه السوداء. هي ليه بيقولوا لها كده؟ لما مره قعدت معاها كده وسالتها قالت لي ان هي بتتضايق ان هم بيقولوا لها كده، هم شايفين ان هي مختلفه عن اخواتها وعشان كده بيسموها ساعات البطه السوداء، بس هي بالنسبه لها هي حاسه ان هي جميله وبتحب شكلها كده، واحنا الحقيقه كلنا كنا شايفين انها كمان جميله. مره كمان بعدها فتره كده اشتركت في مسابقه جميله الجميلات في النادي. كنت لما بروح النادي بسمع الناس في النادي بيستغربوا قوي، يقولوا اكيد انها مش هتكسب، بس هي الحقيقه كسبت وفاجئت كل الناس واكدت لنا كلنا اللي شايفينها جميله واللي كانوا بيقولوا ان هي ممكن ما تكسبش انها فعلا جميله. رقية مرتبه جدا وبتهتم بالتفاصيل، طيبه شويه لكن ليها راي وبصمه في كل حاجه جوه البيت ودايما عندها اضافه. خديجة توأم رقية اللي ما تشبهاش تماماً، ما بتبذلش مجهود غير في اللي هي عايزاه، صاحبة شخصية قوية جداً. آخر العنقود في البيت زين، يعني الدلع كله، بيحاول دايماً يسمع كلام بابا وماما رغم إن كلامه كتير قوي. ومعانا الراعي الرسمي للتلاتة، بابا وائل وماما نسمة، اللي خديجة ورقية وزين كتبوا لهم طلبات كتير نفسهم فيها. بابا وائل وماما نسمة قرروا برضو يوجهوا طلبات لرقية وخديجة وزين ويستخدموها كوسيلة علشان يسمعوا بيها كلامهم. في حوار عائلي جدا معانا النهارده عيلة التوأم خديجة ورقية واخوهم زين، معانا بقى بابا وائل وماما نسمة. زيكم؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. مين اشقى وحد من التلاتة بقى؟ خديجة، وحاليا زين كان قبل، يعني قبل زين كان خديجة وحاليا زين الدين. والله هو المتزعم. أيوة طبعا اصغرهم. كل واحد بقى عايزين نعرف الاول، رقيه واخده منك ايه؟ الامومه، يعني هي واخده دور ان هي ماما. لا هي واخده، هي حته من مامتها في كل حاجه، في قياده هي ليدنج، وعشان كده هم كمان حاسين لما ماما ما تبقاش موجوده هي رقيه، هي ماما. هي فعلا رقيه ماما. طيب وخديجه بقى؟ اندفاع، دي بتاعتي بقى. دي واخده منك الاندفاع. شقاوه. معترف. مندفع اكتر، شقاوه، بتفكر بعدين بعد ما تحصل مشكله. ذكيه جدا الحمد لله. طب واخده من ماما ايه خديجه؟ العصبيه. وزين واخد منك ايه؟ زين بقى كومباينيشن ما بين الاثنين. ميكس. بيحاول كل فتره يعني بيراجع مواقفه دايما، عايز يراضينا طول الوقت. طب رقيه بقى وخديجه بما ان هم توأم، مين فيهم مسيطر على التاني ولا بالعكس كل واحد لشخصيته؟ لا رقية مسيطرة. وده سبب بقى الخلاف الدائم ما بين رقية وخديجة. يعني رقية عايزة تيك اوفر طول الوقت بحكم الكاركتر بتاعتها والكاريزما بتاعتها. خديجة لا، عايزة احس بنفسي، مش انت مش ماما، انت ما تقوليليش. حقها برضه. طبعا. طيب ايه اكتر حاجة بتضايقكوا في رقية؟ يعني اعتقد ان هي مش عايزه تعيش سنها، دايما لما بنيجي نسالها محتاجه ايه، عايزه ايه، رايك في كذا، تختاري دي ولا دي، بتفكر في اخواتها في اختيارها هي. يعني بتعمل حساب اخواتها في اختيارها، لا انا ممكن اتنازل بس زين يختار كذا، لا ما انت مش عايز كده، انا عايزك تعيشي شخصيتك وعيشي سنك واختاري اللي انت عايزاه. طب ايه اللي ممكن يضايق رقيه؟ ماما بقى. انها ما تتشافش، يعني ان حد رقيه كان عندها مشكله زمان ان هما كانوا بيعاملوهم ككاركتر واحد، اما ابتدوا بقى مدرسه دراسه الفصل الصحاب بقت بقى يعني ايه ده انت اختها؟ لا استحاله تبقي اختها. ليه؟ مش شبهها. مش شبهها. خديجه عينيها ملونه، رقيه عينيها سودا. طبعا مع الاسئله لا انت الله ايه ده اختك احلى، ده اختك. من تطور الكلام بقى لما بيتكلم بقى ابتدى معاها بقى يعني نفسيا بقى اللي هو انا مش عايزه اروح. لا صحابي ما بيحبونيش. ابتدت بقى دايما بيفضلوا خديجه لما يجي يختاروا التيم ميت في اللعب، يختاروا خديجه ليها اولويه. طب بتقارنوا ما بينهم؟ يعني ساعات بتقولوا مثلا هو احنا كنا بنعمل كده، كنا الوقت كبير بنعمل الغلطه دي وبعد يعني كده فهمنا ان ده كان غلط. مين بيزعق اكتر في البيت بحكم ان هي متواجده معاهم طول الوقت؟ بابا بيزعق امتى؟ بابا لما هي تتعب خالص، لما خلاص بقى ماما انا احس بيها الموضوع فلازم. طيب بتقولوا لهم لا على ايه؟ في حاجه معينه دايما مرفوضه دايما بتبقى دي مصدر القلق في البيت انه دايما بتبقى الخناقه عليها؟
ان خديجه دايما عايزه تجرب، يعني عايزه ابات عند صحابي، عايزه اخرج مع صحابي، صحيح، عايزه احط ميك اب. هو انا دي ما احطش ميك اب؟ دي يعني هي سلسله اللا بتتقال لخديجه اكتر. طب ورقية ممكن بقى ايه يعني مثلا؟ لا حضرتك اقعدي ذاكري، عندنا دوفوار، عندنا اي حاجه. طب اخلص اللي بعمله. اللي بعمله ده بقى مثلا ممكن ياخد 5-6 ساعات في ايه؟ تلوين، رسمه. طب عايزه تخلص اللي بتعمله؟ مش مهم بقى اي حاجه، مش تانية. عايزه تهرب من اللي بتحبهاش؟ لا، زين الدين مكان ما انت عايزاه هيشتغل. طب احنا سالناهم شويه اسئله كده، عايزين الاول تشوفوا هم قالوا ايه وبعدين نرجع بقى نستعد للمناقشه اللي هتحصل دلوقتي في حوار عائلي جدا. معانا النهارده في حوار عائلي جدا توأم بنات وزين، رقية وخديجة وزين. ازيكم؟ كويسين. كويسين الحمد لله. مين بقى الشقي؟ ده هما الاثنين. لا، رايحين جايين في الصاله بيطلعوا يجروا، بالذات ده بجري واصور. زين كل مره لما نيجي نخش ننام يقعد يعمل حاجات شقي بقى وكده، ولما نروح عند تيتا يصدعنا كلنا، ما بيبطلش كده. عندها حق، انا لكيت. انا شقيه. ان رقيه اللي شقيه. بتقول هما الاثنين؟ هما الاثنين. انا عملت لك ايه؟ طيب مين بقى بيتزعق له اكتر في البيت من ماما وبابا؟ هو اكتر. هو ليه بقى بتعمل ايه؟ بعمل مصايب. بعمل مصايب. يعني كسرت حاجه قبل كده عشان كده تزعق لك؟ لا، هو ما كسرش، بس بيكبر. لا، كسرت حاجه. انتوا بقى شخصيتكم شبه بعض؟ لا. قولي لي رقيه بتحبي ايه في خديجه؟ كل حاجه. هو انا بحب فيها كل حاجه ما عدا حاجه واحده، دايما تنرفزني. بتمسك اعصابها كمان لما تكون متنرفزه. حد بيقول لها اكتر لما متنرفزه بتجري زي الصاروخ. ماما وبابا بيفرقوا ما بينكم؟ بيقولوا لي ابص واعمل نفس الحاجات اللي هما يعملوا. خليكي زي خديجه، دي بتخليني انا افضل زي يعني زي ما خليني زيها. زي خديجه لازم تتغير. ايه ماما بتقول لي يا ريت تتعلمي منها تروقي بقى وكده، وهي كمان بتقول لها في الطبخ عشان ساعات انا وهي بنقف في المطبخ فبنام. مين بقى اللي بيوضب بجد ومين اللي قطه مكركبه؟ انا اللي بروق. طب ممكن ماما تندهكوا وما تردوش ولا بتردوا على طول؟ لا، انا برد على طول طبعا. طب مين اكتر حد بيزعق في البيت، ماما ولا بابا؟ هما الاثنين. زين بيعمل كارثه بتخلي ماما تصوت. طبيعي زين في البيت كارثه. لما تبقوا زعلانين من اي حاجه بتروح تحكوا لماما اكتر ولا لبابا؟ الاثنين. مش هحكي لاصحابي ان دي اسرار البيت. وانا ممكن اقول لمامتي ومامتي ما تقولش لحد. كل سنه ما بيننا احنا انا وبابا وماما، هما الاثنين دايما بيقولوا هات بوسه. بابا بيقول لي ربنا يحميكي ان انا الوحيده اللي بفتكر له الحاجه. طب في اكله ماما بتعملها انتوا ما بتحبوش تاكلوها؟ انا المسقعه. المسقعه. ايوه. وايه تاني؟ البتنجان والطماطم اللي ساده. ايه رايكم؟ مختلف عن التوقعات شويه. مش ممكن. في حاجه استغربتوها من كلامهم؟ لا خالص. تمام. خديجه بس احنا سيبناهم. هي خديجه عارفه انها عندها كيس فعايزه تدافع عنها عشان عايزه طلب. هتزن هتتبع كل الاساليب. كل الاساليب صح كده. احنا سيبينهم يذاكروا دلوقتي، هنسيبكم كمان تذاكروا طلبات وتذاكروا ازاي ممكن تقنعوهم بيها. ممتاز. وهنشوف بقى بعد شويه في المناقشه مين فيكم اللي هيكسب. يعني احنا دلوقتي مستنيين بقى رقيه وخديجه وزين هيذاكروا طلباتهم وييجوا يعرضوها قدام بابا وائل وماما نسمة. يا ترى المناقشه هتحسم لصالح مين؟ ده اللي هنعرفه بعد شويه في حوار عائلي جدا. لاول مره الحقيقه في حوار عائلي جدا يجي لنا الكم ده من الطلبات. بابا وائل وماما نسمة كاتبين طلبات ليكوا، وبرده رقيه وخديجه وزين كاتبين طلبات ليهم. دور دلوقتي المناقشه، ده ميعادها. رقيه الاول، بابا وماما بيقولوا لك ما تحمليش نفسك فوق طاقتها عشان حد، ده كلام ماما. بابا برده بيقول لك ان انت بلاش يعني تتخلي عن دور ان انت ماما وتفضلي نفسك الاول. نفسي والله. انا استحملت. ايوه قولي لهم. الاوضه لما بتبقى مش متره، وانا لما ماما بتقول لي اخش اذاكر. بس هو مش دورك لوحدك انك تبقي انا عارفه، بس انا انا لما بلاقي حاجه متكركبه بحب اروقها. ليه؟ صح. ان ماما بتخش تروقها هي، وانا مش بحبها تروق. مظبوط، انا موافق، بس هو مش المفروض ده يبقى دورك لوحدك، لان الاوضه لما اتكركبت مش انت اللي كركبتيها لوحدك. انا بحب التروق. انا عارفه انك بتحبي، بس لا، بعد كده اعملي الجزء الخاص بيكي ووزعي المهام. لو انت حابه تليد خليهم هم كل واحد يعمل حاجته. مش بيعملوا عادي. مش مهم.
مش لازم يعملوا عادي. لا مش هزعق، مهم حاجه ما تستسلمي يعني، ما تشيليش انت الدور كله. انا بحب كده. لا مش صح. طيب فكري فكري لغايه ما نروح نشوف خديجه. برضو ماما بابا الاثنين متفقين على ان انت تعترفي بالغلط لما تغلطي عشان تتعلمي، وما تفكريش ازاي هتحملي حد تاني الغلط ده. انا ما بعملش كده. ما بتعمليش ايه؟ اول رد فعل ليك لما انا بابا وماما بيقول لك مثلا انت عملتي ده غلط؟ دي اول مره، اول مره من زمان خالص. لا لا قلت لي مش متكلم على اول مره من زمان، لما بيحصل موقف وعرفتي من بابا وماما ان ده غلط تصرفي ازاي؟ ما بعملهاش تاني، بتاسف ان انا غلطانه. لا بس انت ما بتاسفيش، انت غلطانه. بتفكري ازاي؟ لا مش انا، ما هو بابا اللي حاطط ده هنا، يبقى انا مش غلطانه. ماما السبب، زين السبب، هو اللي ساب الحاجه، هو ده اللي قصدنا بالكلام. انت بتعملي كده ولا ما بتعمليش كده؟ ساعات. فكري يبقى هنفكر. زين بقى، زين ماما بابا برضو الاثنين بيقولوا لك فكر قبل ما تتصرف. فكر شويه قبل ما تتصرف، حتى في التمرين لما الكابتن زياد بيقول لك حاجه. لا في التمرين انت مش ما بتفكرش في الكابتن اللي بيعمله، انت بتفكر انت عايز تعمل ايه، تخش تتصرف وبعد كده تقول تفوج ان انت تصرفت غلط. وانت بتسدد مثلا بتشوط الكوره متفقين على حاجه، ما بتفكرش قبلها، بتعمل عكسها، بتعمل اللي انت متعود تعمله على طول. فاهم؟ هتفكر يا زينو. طب رقيه بتقول لماما ما تحكيش لحد حاجه عن المشاكل اللي بتحصل. ماما بقى هنا المفروض دماغها ترد. المشاكل اللي بتحصل فين؟ البيت. زي مين طيب؟ لا يعني مثلا اي حد، مثلا زي مثلا زي انكسر القهوه مثلا، بتزعقي وبتحكي لاصحابك، بتحكي لتيتا. اه انت قصدك ما تحكيش لحد يعني طرف تاني بره البيت. يعني ماما ترد لان ده بيخلي يعني الناس التانيه تزعل. تزعل اه. طب يعني ما هو مش منطقي ان ماما تبان طول الوقت هي اللي عصبيه وهي اللي بتصوت وهي. ما انت لو ما حكيتيش لحد مش هتبين انك عصبيه. صحيح. عندها حق الصراحه. طب بصي برده رقيه برده كاتبه ان هي مش عايزاكي تروقي وعايزه بابا بابا يرتاح. والله بصراحه انا مرتاح جدا، انا موافق جدا بالعكس. انا يمكن انت ما تروحش الشغل، تفضل ريحنا شويه احنا معانا في المستشفى. اه تروحي الشغل مكاني طيب؟ لا مين قال كده؟ انا شغاله. طيب لا طلعت ما تنزلتش، ما تنزلش الشغل مش عشان تجيب لنا فلوس، ما احنا عندنا فلوس وجيب واحنا من حاجه. الشغل مش عشان الفلوس بس، الشغل ان الواحد بيشتغل عشان بيحب يعمل حاجه اللي بيعملها، يعني اللي اشتغلها دي حاجه انت بتحبيها. انا مش بحبك زي ما انت بت... لا ازاي، زي ما انت بتحبي الرسم مع مرور الوقت ممكن الرسم ده يبقى شغلك. وعايز اقول لك حاجه، التعب في الشغل ان انت بتتعبي عشان بتعملي حاجه انت بتحبيها احسن 60 مره من القعده كده ما بتعمليش اي حاجه واخده بالك انت. الفكره مش كده، انت مالكيش دور. انت ذات انت بتروح المدرسه في الحر وبدري. اه هي شايله همك بقى. مش فاهمه. طيب شايله همها كلها. خديجه بصي بقى، انت خديجه طالبه ان هي تروح تخش المطبخ تعمل اكل وبلاش تروق وبطل تنزل تجيب الحاجات الطلبات. يعني اجيب طلبات لو مره مش في اليوم الواحد اربع مرات يعني تجمعوا الطلبات يعني. هجمعها لك. حاضر ماما هتفكر في الموضوع ده. تمام هفكر. حاضر زين عايز يخرج مع اصحابه، وخديجه كمان كانت طالبه نفس الطلب ده. اوكي طبعا سمعت يعني. ماشي. انا ما بخرجكيش معاهم؟ لا لوحدي. لا ايه ده؟ عايز تخرجي مع اصحابك لوحدك؟ انسي. والله انا لسه شويه يا حبيبتي. بس ممكن تبقى ماما بعيد يعني، ممكن ماما تبقى قريبه. والله هو حبيبتي انت بتخرجي معايا انا ما عنديش مشكله، نخرج كلنا وتقعدي معاهم وبراحتك وكل حاجه. واصحابي كمان. بس ماما موجوده. اما تخرجي مع اصحابها بوجودك بس تبقي قاعده بعيده عنهم شويه ولا ده بالظبط؟ لا اه تمام. اه تمام. طيب ماما هتفكر برده وهنشوف ممكن نعمل ازاي. طيب خديجه وزين الاثنين قايلين ان لما بابا وماما قبل ما يضربونا يسمعونا الاول، وزين كاتب لما يضربونا صلحوني قبل ما انام عشان مش بعرف انام. انا الحقيقه انا صالحهم قبل ما انام عشان مش بعرف انام. طب يعني ادوه فرصه ان انت ان هو يصالح. إيه انتوا لما بتخشوا على طول كده عشان تضربونا بتضربونا على طول ما بتلحقوش تسمع، ساعتها زين هو اللي بيكون الذنب لانه بيبقى عامل الدوشه عشان مش عايز يقفلنا. بتضربونا احنا ليه؟ اوقات كتيره انت بتبقى عندك حاجات تاني يوم عايزه تعمليها فلازم تصحي بدري، فبتبقي طول الوقت لما زين بيبقى غلطان هو غصب عنه مش عارف ينام، لما بيلاقي استجابه منك خلاص هيطول الدور بتاعه. انما عشان كده ما بخش ازعلك عشان تنامي واقول لك ما ترديش عليه، انا عارف ان هو مش عارف ينام وعارف ان هو بيحاول يكلمك وعارف ان هو المسؤول عن الدوشه اللي في الاوضه، بس طول ما هو بيلاقي رد هيسكت ليه؟ انت بتلعبي وبتضحكي وبتهزري. انا ورقيه بننام وزين بيروح النوم في عيننا وصرا هيستسلم في النهايه، هينام لما ما يلاقيش رد من رقيه وخديجه هيستسلم. احنا بنفتح الباب نلاقي رقيه نايمه كانها نايمه لوحدها. ماما بتقول لرقيه ودي حاجه برده اشترك فيها برده بابا، ان كلام الناس اخر حاجه تشغلك، انت مميزه دايما وابدا،
وما تفكريش ابدا انه كلام الناس يعني ممكن ياثر فيك، انت متميزه فما ترضيش حد غير ربنا. مقصود من كلامك ما تخليش صحابك هم اللي يميزوك او يقولوا لك انت كويسه ولا مش كويسه، انت طول الوقت بتحاولي ترضيهم، ترضي صحابك، عايزه تعيش لرضا حد يعني، بتاخدي لهم هدايا صح عشان يتبسطوا منك، مش مهم، مهم انت تعملي الحاجه اللي انت بتحبيها بغض النظر عن هم هيرضوا او مش هيرضوا. طيب انا عارفه ان انت مش كده. افكري خديجة برضو بتقول اهتمي البابا اللي بيقول تهتم بشخصيتك زي ما بتهتمي بمظهرك، وانتي زي اخواتك ما تغيريش. ماما برضو بتقولك خليكي واثقة ان انا كله بحبكم انتوا كلكم قد بعض. طيب هي دي حلوة. دي حلوة. يعني مش طب انت شايفة ان انتي مش مهتمة بشخصيتك؟ لا لا طبعا مهتمة، بس كان زمان مش قوي، من دلوقتي قوي. طب اهتميتي عملتي ايه بقى؟ انا عايزه اعرف الموضوع ده بالذات بقى منين. عايزه اعرف اهتميتي عملتي ايه؟ فاهمه يعني ايه تهتمي بشخصيتك؟ يعني ايه؟ اصلح شعري استحمى. لا لا دي نظافه شخصيه، انا بتكلم بشخصيتك، الحاجات الفاظك، طريقه كلامك، طريقه تعبيرك عن مشكلتك، دي كلها اهتمام بتفاصيل صغيره اللي هتاهلك تبقي من بره زي ما انت جميله، من بره تبقي جميله كمان من جوه. حافظي على الحاجه اللي دايما بتبقى معاكي، قلمتك، ادواتك، حاجتك، زي ما انت بتحافظي على جمالك وانت نازله، تبقي مهتمه ان شكلك يبقى حلو قدام الناس صح، يبقى كمان حاجتي وانا جوه نفسي وانا قاعده لوحدي كمان مهتمه بنفسي، مش لازم عشان خارجه، مش لازم عشان قدام صحابي، مش لازم ارسم عشان رؤية بتحب الرسم، مش لازم عشان تبي انت يعني بكل واحد ليه شخصيته. يعني انا بحب الرسم ومش شاطره في الطبخ، هي مش بتحب الرسم وهي شاطره في الطبخ، واحد شاطر في حاجه. طيب رقيه بابا قايل لك تركزي في الدراسه اكتر، ماما كمان قايله لك نفس الحاجه، المذاكره ارجوكي عشان تتحدي لا يعني تبقي شاطره اكتر. في نفس الوقت برضو عشان موضوع المذاكره ده، زين كاتب بقى ان هو عايز ماما وبابا يخلوني اشطر واحد في المذاكره، وماما قايله لزين انه انها نفسها تكون مهندس، فبتقول لك ذاكر. بس انت ليه قايل ان هم اللي يخلوك اشطر واحد؟ ما انت اللي هتذاكر. ماما بيعرفوا يعلموا، هم اللي بيذاكروا له، هم اللي بيذاكروا له، ما بيعرفوا يعني. طب انت عايز تبقى مهندس ولا معترض؟ مهندس. موافق يعني مش متضايق؟ طيب مش متضايق. رقيه عايزه تليفون لما تتم 16 سنه، بس عجبتيني والله ان انت مستنيه يعني 16 سنه، ده صبوره يعني. وعايزه علبه خاصه بيها فيها قصائص كتير للعرايس، اوكي، او حاجات تبقى تخص العرايس. زين عايز لعبه فوتبول وعايز برده تليفون و بس ده كده. خديجه بقى الله لسه بقى أيوة تليفون ميك اب بازل 1000 قطعه مذكره كبيره اشتري حاجات حلوه فوم صلصال كبير احلى بقى وسلايم واحلى حاجه عجبتني الحقيقه عصاره جديده عشان اعمل لكم عصير والله عجبتني ايوه كويس دي طلبات كلها انتوا يعني كده عرفتوا كل الطلبات في بقى طلبات ما بين ماما من بعض رقيه تبطل نرفزه خديجه وبرده نفس القصه رقيه عايزه ان خديجه تبطل تضربها برجليها غالبا وزين يبطل يخاف وينام فوق ده مشاكل تحلوها ما بينكم ده موضوع احنا الاول نحل المشاكل اللي ما بينكم وما بين بعض هم دلوقتي عارفوا طلباتكم كلكم وهيفكروا وانتوا كمان عرفتوا طلباتهم فهتفكروا هنجيب العقد العائلي ونشوف مين المناقشه دي نقدر ان احنا نوصل لحلول في الخمس طلبات الخمس اوراق دي ولا هيحصل ايه انا اعرف بعد شويه صغيرين في حوار عائلي جدا طلبات كتير كانت ما بينكم دلوقتي جه وقت بقى ان احنا نتفق العقد عباره عن ورقه واحده من نسخه واحده هتبقى معاكم في بنود ملزمه لبابا وماما هنكتبها وفي بنود ملزمه ليكم هنكتبها برده لما نتفق نبتدي الاول بقى ببابا وماما ممكن توافقوا اللي هي رقيه وخديجه وزين على ايه انا حوافق على التليفون بس في سن قدام شويه للثلاثه زين هتتاخر شويه معانا معلش موضوع التليفون ده معلش احنا اسفين البنات ممكن لا مش ضروري 16 ممكن قبل 16 سنه بس لا بشهر لا 16 عشان انا طيب حاضر معلش مكبره دماغي يعني كام سنه على حسب شخصيتك لو انت اتغيرتي فعلا وحاسسيني ان انت مسؤوله هتعرفي تصرفي صاحب التليفون هجيبه لك مش هتفرق التاخير مش مهم الوقت المهم ان انت تثبتي ان قدك تبقى قده بس وكلمه تصرفي صح دي معناها ايه ان انت تبقي عارفه استخدام التليفون ايه وتبقي مسؤوله عن اخطائك وتبقي مسؤول عن اخطائك وممكن خديجه توافقي لماما وبابا على ايه اني اعترف بغلطي مش هتخبي وتدوري على حد تاني لا تمام طيب رقي تذاكري وان انت تنسي كلام الناس وما يعني تخليكي انت فاهمه لا انا متاكده من الحوار
مش متاكده بتعترفي على طول كده. معلش تعالي على نفسك، كانت عيبك. اه بس المذاكره عشان تحققي احلامك بعد كده. ايه بدل ما انت بتروقي طول اليوم هي حاجه ثانيه تعمليها بالظبط. وافقي عندك مذاكره، عندك ان انت ما تقعديش تروقي كتير. كلام الناس براي الناس في تصرفاتك مظبوط. طيب هو مذاكره استاذ زين، هتقلل اللعب على الاكس بوكس واللعب وكده؟ لا الاكس بوكس، وقبل ما اتصرف هروح افكر الاول وبعد كده اتصرف. ممتاز. انت كده خلصت كل حاجه. وما تلعبش جي تي اي عشان انا مش بحبها. ليه؟ انت انا حره. مش انت بس والله. لا ما باش انا حره، دي الدكتاتوريه دي بعد المناقشه دي. عشان في هقول لك انا فيها تصرفات اه مش مظبوطه. خلاص طب امسحها بقى. حاضر. نرجع بقى تاني رقي. ممكن توافقوا له يا بايك، طلباتها كتير قوي. ميك اب انا ميك اب خديجه سوري، الميك اب والبازل الالف قطعه، المذكره، شويه حاجات من المكتبه دي تروحوا تجيبوها. مويه بالظبط كده زيزو. الميك اب ده ممكن فيه فكره، فيه منتجات طبيعيه اوريدي هي عندها، يعني انا جبت لك خالص. لا هي عايزه حاجه رياليستيك اكتر، شبه بتاعت مامتها، شبه بتاعت ماما. يعني في منتجات طبيعيه حقيقيه مش لعب. البازل انا موافق عليه، يعني ميك اب طبيعي بس منتجات معمول بمنتجات طبيعيه. انا ما عنديش مشكله بس هتستخدميه في البيت. انا مش بحب ان انت تحطي يعني ميك اب تخرجي من البيت عشان انا حاطه ميك اب كمان. ماشي حاضر شكرا. تمام وهتوافقوا على البازل وال البازل المكتبه، طلبات المكتبه دي برده. اه يعني نكتبها طلبات المكتبه. طيب كانت برده السلسله والسلايم، بس انت هتحافظي عليهم. بس السلايم بس يبقى نكتب بشرط الحفاظ عليه. ايوه بالظبط. طيب رقيه كانت عايزه العلبه اللي فيها الاقصائص. اه اوكي او لو حاجه ما فيهاش مشكله. لا مش لو دي لطيفه، دي ظريفه جدا. تعملي حاجات العرايس دي بالعكس. اه المايو اللي عملتها لها. طيب الحمد لله دي اهو. طب هتوافقوا لهم انتوا بقى على ايه برده حاجه ثانيه؟ انا هوافق لهم على كل حاجه، اهتم بشخصيتي. عشان التليفون بغلطي لازم نحل بقى مشكله ترتيب الاوضه دي، ان مش كل حاجه تبقى على رقي. كل واحد مثلا انا يوم مثلا ازوق السرير ويوم الارض وزين سرير، بس انا مش مقتنعه بكده. زين يكمل في السرير. وانت بتعملي حاجات كتير ليه؟ هو ملوش دعوه. اليوم الثاني انا الارض وهي السرير. نيكست نيكست. اعملوا جدول. انتوا المفروض تعملوا تعرفوا تعملوا كل حاجه. ما احنا كنا بابا، ما احنا كنا بنعملها. مره خديجه بتروق الارض وانا بروق السرير كل يوم بنعكس. مظبوط. بقيت بتروق الارض اي كلام. لا هتتعلم. ده انا بقيت بروق. لا هتتعلم بقى. حاجه يعملها صح. لما بحب اروق بحب اروق الدنيا كامله. لا احنا هنعمل جدول، هنعمل جدول في موضوع ان انتوا توزعوا عليهم كل الرول. اه كل واحد مسؤوليه مع بعض وكله هيتعلم كل حاجه. اي واحد يبدا مثلا رؤية بدايه الاول، تبقى هي تروق الاوضه طول اليوم. تاني يوم انا الاوضه. ما هو ده اللي اتفقنا عليه. كل الرول كل واحد هيبقى ليه دور معين مسؤوليته كلها. مسؤوليته كلها. مفيش مشكله بس هنمشي على الجدول. من حق لو هما ما التزموش في نقطه انتوا تلغوا حاجه قدامهم. لا خلاص. اه ما هو ده الاتفاق عشان نضمن اللي رؤيه عايزاه، ان كل واحد يبقى مستواه كويس في الدور اللي بيقوم بيه. ماشي. طيب المذاكره بقى يا رؤى. لا لا ليه؟ ما انت عشان انت مش شاطره. وانا بروق طول اليوم بقى مش فاضيه لكم. احبي المذاكره زي ما بتحبي الترويج. انا ما بعرفش اذاكر، بحس ان انا ما اعرفش، وبالذات في الامتحانات. اعملي اللي عليكي. لا اعملي اللي عليكي وسيبي على عليكي بس وتعبي ما تكسليش. المره اللي فاتت عملت اللي عليا وماما كانت مبسوطه. بس لا ومحدش زعل منك عشان انت عارفين انت عملتي اللي عليكي. انا قلت لك انت عملتي اللي عليكي. ما كناش هي الفكره مش في النتيجه. انا ما بحبش احنا اتفقنا الفكره في ان احنا نعمل اللي علينا ونسيبه بيه على ربنا. المهم ان ما كسلش عشان ما احسش ان انا قصرت. والاهم ان انت تفهمي مش تذاكري عشان تحفظي. خلاص هنكتب ان رقيه هتذاكر. خديجه هتقليلي عصبيه ان شاء الله. طب اللعب بقى زين كان عايز اللي هي الفوتبول. الفوتبول اه اللي هي بتاعه البول. احنا هنجيب الثلاث ادوار. هجيبها له بس اهم حاجه يتفق ينفذ اللي هيتفق عليه. او لو اهمل فيها احرمه من حاجه. ما شاء الله بقى دخلتي دور ماما من دلوقتي. احنا لسه بنقول لك هتركزي في نفسك. طيب كان في ايه تاني؟ الخروج مع الاصحاب. موافق بس برضو في حدود. يعني انا هنبقى متواجدين بس بعيد، هنسيب لكم صحتكم. يعني تقصد نسيبنا على راحتنا؟ مفهوم. موضوع بقى المصالحه قبل النوم والضرب ده مهم. أوكي. ده موافق. ده ضروري. ده لا ضروري. انا طبيعي انا بصالح دايما. ضروري لازم نتناقشوا. ده انا عامه مع الفكره دي قوي. ما ينفعش اي حد فيكم انتوا الخمسه تناموا زعلانين من اي حد تاني. ويا ريت ما نوصلش للمرحله. يعني يا ريت ما نوصلش. احنا بنحاول على قد ما نقدر نمسك نفسنا بس يعني. ما انتوا كمان ما تزودوش بقى عشان ساعدوهم ما يضربوش كده. خلاص كتبنا العقد. هل لديكم اقوال اخرى؟ لا الحمد لله. انا همضي شاهد اهو على العقد. ممكن بقى ماما يسمى اتفضلي.
هو احنا هنكتب بالانجليزي زي ما انتوا عايزين. انا هكتب اسمك بس. انتوا كده كده قاعده هيبقى معاكم فبراحتكم خالص، مش هتفرق. طيب بسرعه كده رقية، اكتر حاجه عجبتك في كتابه العقد انها هتتنفذ ان شاء الله ايه؟ كله. اوعي تقولي هروق بس. كله هو ده الترويق. طب وخديجه؟ ان مو بابا هيجيبوا لنا تليفون وميك اب وسلسا وكل حاجه، كل حاجات انا طلبتها. طب ابعتي لي صوره البازل لما تعمليها. يلا يا استاذه خديجه. تحت خالص على الشمال. وزينو ايه اكتر حاجه عجبتك؟ اللي انا اتصرف الاول قبل ما حبيبي بيفكر الاول بالعكس. اتصرف وبعدين افكر. هو يعني هو عايز يقولها. هو فاهم. انا فهمت. بس انت عمل نفذتها فبرافو عليك. انت عجبتني الصراحه. من حقوقكم اولا كبابا وماما ان لو هم ما نفذوش حاجه تلغوا حاجه قدام. اتفقنا. وبعد كده ممكن مثلا بعد اسبوع تجربوا الحاجات وبعدين تقعدوا انتوا مع بعض تعملوا اجتماع عائلي ما بينكم تاني. يعني هيخل باتفاق مع لو ما نفذتوش سمع رؤية اللي مش هينفذ انا هسحب منه حاجه من الاتفاق. ايه ده يا بابا بتكتب اسمها بالاثنين. هتذاكر دلوقتي. دلوقتي اهو بعد الترويج. شكرا شكرا. يلا تعالوا بقى اتفضلوا كلكم نتصور مع بعض. الله. طب وانتوا فين الحاجه دي؟ يلا بقى يلا عشان نتصور. يلا طب عشان نتصور. يلا تعالوا بقى تعالى جنب زيزو. ممكن بابا وماما يرجعوا ورا. امسكوا يا بنات العقد. انا هقعدكم انتوا الاثنين. تعالوا بقى تعالوا ورا. تعالى كده زين مش حابين. استنى بس ناحيه. استنى لو سمحت بابا وزين تعالوا ناحيه دي اهو الشمال. زين كده. يلا زين. زين اطلع قدام. هو فين زين؟ لا لا فين الصوره؟ هنا خد كده.